نشاط محمد عساف واهتمامه بتقديم الأفضل لجمهوره وصل يكون من أوائل النجوم الشباب اللي تم الكشف عن تمثالهم الشمعي ضمن متحف مدام توسو في دبي اللي بيفتتح أبوابه رسميا في 14 أكتوبر. ويوم الكشف عن التمثال نحن كنا موجودين. محمد أهلا وسهلا فيك على إنسايدر بالعربي. يعني محمد وخيو الطوأم اليوم ولا ابنه بعد مثلا 20 سنة شو حيجي حدا يشبهك هلال؟ الله أعلم. بس الأكيد أن فرحة عساف بالكشف عن هالتمثال الشمعي كانت كبيرة. إيش هذا؟ ولا والله نفسي أنا كتير سعيد أنه ينعمل لي هذا الشيء من متحف مدام توسو، وخاصة أن أكون بين المشاهير العالميين، أنه أنحط بهذا المتحف واللي راح يكون في دبي كمان وفي عين دبي. ورحلة عساف مع هالتمثال بدأت بعام 2017 ومرت بمراحل كثيرة قبل ما يتم الكشف عن النتيجة، والمرحلة الأولى بدأت بأخذ كل قياساته. الشغل قعد يوم كامل، يعني تقريبا مش أقل من 17-18 ساعة. هيك كنا تقريبا هم ياخذوا القياسات، يعني حتى شعري ديتيلز كثيرة، يعني أخذوا كل المقاسات، الإيدين، الرجلين، كل تفاصيل الجسم. قديش بتعبوا بالموضوع، يعني كانوا يجيبوا زي الورق ويعلموا وكذا، فيوم طويل كان. ما كنتش متوقع أنه يطلع بهذا الشكل. واخذ سنين اختيار البدلة هي من حفلة. أول ما شفته شو أكثر شيء حسيت عن جد بيشبه؟ يعني بصراحة العيون. العيون أكثر شيء. طبعا حسيت كثير، يعني حتى بأول مرة الأول لما فتت ما توقعت أنه يكون بهذا الشكل، يعني حسيته كثير بيشبهني. مش عارف إذا الناس حيكونوا برضو متفقين معي بهذا الشيء. كثير بالديتيلز مشغولة، روعة، يعني بيرفكت صراحة. وفي تفصيل حرص عساف أن يكون علامة فارقة بالتمثال. هلا هيدي العلامة هيك؟ هاي أنا هاي دائما إن شاء الله يا رب دائما هيك. أكيد إن شاء الله. فأنت حرصت إنه كمان تقول لهم إنه لازم تكون موجود بالضبط. أنت منك هاي صراحة قالوا لي اعمل يعني شغلة هيك، مثلا بقول بالبداية كنت قلت هيك دايب جيبي، بعدين حاولت بطريقة ما قلت إنه هاي أنسب حركة أنا دائما بعملها لما بتصوروا معي الناس أو بحس دائما، فقلت خلص خلي الناس ضلت تتذكرني بهذا الشكل. يعني بكرة على إنستغرام لما يفتح مدام توسو هتشوف كل الناس عم بيعملوا لك تاج وعم صح تصير ترند أكثر. يعني هذه شغلة قلت لك، يعني كتير سعيد بحقيقة. يعني مرات الواحد مشاعره هيك ما بتعرفش تحكي عن شيء زي هيك بنعمل لك وبمتحف كبير. يعني غيرك أنت مين أول حدا شايف التمثال؟ كان معي مدير أعمال وكانت معي زوجتي صراحة. شو كانت ردة فعلهم؟ بيستغربوا كتير، عجبهم الموضوع كتير. أخذوا صور معه؟ أخذوا صور. لازم أنا يمكن قعدت بجوز ساعة وأنا أتصور بدبي آي. حتى الإعلان كان مختلف، يعني طلعتوا بدبي آي وأنت من أول المشاهير. أول مشهور عم كيف كانت التجربة كمان؟ بتجنن صراحة، كتير حلوة ومعلم سياحي صراحة بجنن. ودبي يعني أنت بتحكي دبي بساحرة، يعني كل إشي بدبي بصير عظيم وإشي بجنن ده. وقبل عساف بلقيس أيضا عاشت هالتجربة، فكانت الفنانة الأولى اللي كشف عن التمثال الخاص فيها ضمن متحف مدام توسو. وقريبا بيتم الكشف عن تمثال جديد لنجم عربي آخر، ونحن حبينا نسأل محمد عساف عن النجوم اللي متحمس يشوفهم في المتحف. كاظم الساهر كمان عملوا له واحد عندي معلومة، وآي ثينك نانسي عجرم.